بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مصر أحلى. عايزة أبتدي النهاردة معاكم كلامي بالآية الكريمة في سورة الروم، الآية رقم 41. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي برضو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث طويل وفي نهاية الحديث يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعمالكم سلط عليكم. عايزة أقول إيه باختصار، يعني إن لما يعني أما حتى في الآية الكريمة ربنا ممكن يسلط على الناس وباء أو بلاء أو ابتلاءات من كتر الفساد اللي ممكن يظهر. فلما يكون في الآية ظهر الفساد في البر والبحر، فربنا بيوزقنا من أعمالنا من اللي احنا بنعمله بعض، يعني بعض منهم اللي هو الابتلاءات، علشان في فساد وعلشان الفساد استشرى قوي، وعلشان زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاعه اللي بقول لكم، هو الجملة الأخيرة أعمالكم سلط عليكم، اللي هي الجملة الأخيرة دي هي اختصار الحديث كله. حديث طويل يعني مش هسرده كله لحضراتكم، ولكن الحديث كله بيتكلم عن ازاي ممكن تتفشى الذنوب ويبقى فيه جهر بالمعاصي ويبقى فيه عندنا مجتمع ممكن متهلهل. سبحان الله، يعني احنا مش بنتكلم يعني دروشة او دين، زي ما قلت لكم كتير هو الدين هو الحياة، يعني في كل طبعا الأديان السماوية هو كروشتة تمشي عليها علشان تعيش حياة مستقيمة وحياة ممكن تكون حياة جادة وحياة تكون فعلا مليئة بالتنمية وحياة فعلا تقدر تعيش فيها كويس، يعني بالمعنى الدارج. سبحان الله، يعني مش فكرة ان احنا نقعد كل حاجة، هو يعني في القرآن حياة، يعني في القرآن والسنة لما بتيجي تخش تلاقي فيها هو كل ما في حياتك. ربنا نزل لنا ده كهو كناموس او كالقانون بتاعنا اللي احنا نمشي عليه. لما يكون زي ما بقول لحضراتكم في فساد كتير بيظهر بالشكل ده، فبتلاقي كتير من الابتلاءات اللي ممكن تصيب المجتمع. لو هنلاحظ ما هو من كتر الابتلاءات ومن كتر زي ما قلنا كده الأخذ بالجهر بالمعاصي والمعاصي وكذا والذنوب، وطبعا قلة الضمير، أنا بحط تحت المعاصي والذنوب دي كل حاجة، الفساد والرشوة والذنوب وكذا 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 وكل والاستغلال وكل ما شئت. في مجتمع بيحدث فيه كده فيبدأ يتهلهل ويبدأ تنتشر فيه الأمراض المجتمعية، ويمكن ده ظهر قوي في الفترة الأخيرة. بقى في عندنا أمراض مجتمعية غريبة، بقت في حوادث غريبة علينا، بقت في حوادث احنا كنا ممكن نشوفها زمان شاذة او حاجات نادرة، يعني ممكن ما كناش نسمع عنها من مثلا من 20 سنة او اكتر، يعني في حقبة مش بعيدة، يعني في الاونة الاخيرة بس كده. حتى الاسبوعين اللي فاتوا انت كل شوية تقرأ عن حادثة اب قتل، يعني شفته طبعا اكيد كله تابع ليا، الاب اللي هو مفروض ان هو طبيب والزوجة طبيبة، يعني مش عارفة ازاي، يعني ربنا يعافي الناس جميعا، ازاي يعني قتلوا ابنهم اللي هو الولد لسه صبي في 14 سنة او 15 سنة، ان هم عذبوه علشان سرق، يعني هو مفروض ان هو يعني هل ده مش انا معرفناش نفسرها، وهل دي وراها مثلا تحليلات نفسية او انا مش عارفة، يعني بس انا بقول ان الحالة دي اتكررت كذا مرة في الاسبوعين اللي فاتوا. وسبحانك يا رب، يعني بقينا نقرأ الحاجات من كتر ما بقت تتكرر، فانت كأنك بتقراها عادي، يعني في اب قتل ابنه، في اب تاني، يعني الحوادث القتل اللي حصلت في الفترة الاخيرة كتيرة طبعا زي ما قلنا دي، وكان في برضو حالات تانية كتيرة، زي برضو واحد تاني قتل ابنه علشان 200 جنيه، وعلشان في اب، وفي واحد تاني قتل زوجته واولاده كلهم، دي لسه كانت من يوم ولا يومين تقريبا، ومثل بجثة زوجته، يعني برضو حاجة غريبة، وسم أولاده كلهم. وفي أنا قريت حاجة إن هو يعني قبضوا عليه أو إن هو انتحر، مش متأكدة، لأن في خبر قريته كده وخبر قريته كده، وفي خبر تاني إن هم قبضوا عليه. القضية في حتى يعني حتى في تناول القضايا اللي هي القتل دي بقى فيها نوع من العنف، وبقى فيها نوع من يعني
ازاي يعني سبحان الله. يعني انا يعني حتى اللي هو يقتل ولاده واذا كان حد بيتجرد من كل مشاعر الانسانيه في قتل اطفال يعني زي اللي قتل ابنه. على فكره ده كتير يعني احنا يعني طلعت بس كده كام حاجه يعني واحد تاني اب تاني قتل ابنه على 50 جنيه، وواحد تاني ده تنازع معاه فيها يعني، وواحد تاني قتل برضه عشان 200 جنيه، وواحد تاني. فتلاقي ده حوادث الفترة دي بس. كان في مثل كده الناس دايما تقوله زمان، تقول هي القطة كلت عيالها، يعني على أساس إن القطة يعني إزاي هي بتحب أولادها، وطبعا فأكتر إنسانية ورحمة المفروض يكون الإنسان. فإزاي يعني بقت في حادثة متكررة في خلال أسبوعين كتيرة، يعني الا من رحم ربي. يعني اتمنى انها مش ما اقدرش اقول عليها ظاهره، ولكن انها متكرره بالشكل ده، فده شكل لافت. بقت سرعه ان يكون في جريمه، وزي ما بقت قذائف الالفاظ والكلمات اللي احنا بنشوفها على مواقع السوشيال ميديا بقت سهله، يعني بقت كل الحاجات دي سهله. طيب يعني ايه اللي وصلنا لده، وايه اللي حل، يعني ايه اللي خلانا ان احنا يعني المجتمع يتغير بالتغير الفظيع ده او التغير الكبير ده في الكام سنه اللي فاتوا؟ اكيد في اسباب كتيره مخليه ان الناس بقت فيها تغيرات للأسوأ. مش يعني زي ما قلت لكم، حتى في السوشيال ميديا وجنون السوشيال ميديا وسبحان الله وإدمانه. كنا احنا عاملين حلقة قبل كده، ويعني ان شاء الله بفكر نعمل حاجة تاني برضو عن السوشيال ميديا، ونشوف ازاي ممكن الناس تستفيد، وازاي ممكن الناس فعلا تتعالج منها. يعني انا شايفة المسألة بقت زيادة عن اللزوم. بقت مثلا زي ما انتوا شفتوا الاغنية الجديدة دي اللي مطلعينها، مش عارف كيكي دي ولا ايه، بقت منتشرة زيادة بسخف. يعني هو احنا ليه حتى بنيجي نقلد الغرب، بنقلد الغرب في انا اسفه يعني في الشيء التافه والشيء السخيف، وليه ما نقلدهمش في التقدم العلمي؟ ليه ما نقلدهمش في تقدمهم في شغلهم؟ ليه ما نقلدهمش في اخلاقياتهم؟ وليه الشعب الياباني تحس ان هو يعني الشعب الايدول، الشعب اللي ممكن يكون النموذجي؟ لانه شعب يعني هو لا يدين، ما عندوش دين صحيح، ولكن عندهم الأخلاقيات وعندهم التقاليد وعندهم الموروثات اللي هم عايشين عليها، بأن هم شعب بيشتغل ومنظم. كلنا بنقرأ عن شعب اليابان، وكلنا سمعنا وكلنا شفنا فيديوهات، وعارفين قد إيه إن دولة اليابان هي الدولة الأكثر تحضراً، وإن الشعب هو الأكثر تحضراً على مستوى العالم. هم يعني إحنا شعب متدين المفروض يعني، ولكن ليس يعني قلت كتير إلا من رحم ربي، قلت كتير تمسكنا بالأخلاقيات والتقاليد والعادات المصرية القديمة، أو اللي احنا كنا زمان بنتباهى إن احنا بلد شرقي وعربي وعندنا عادات وتقاليد وعندنا احترام، وعندنا احترام الصغير للكبير، وإزاي الواحد يوقر الكبير، وإزاي الواحد يشيل الجميل لحد عمل حد مثلا كان عامل لك، وإزاي تحفظ الجميل، وإزاي تتعامل مع الناس بالحسنى. بقينا ده مش موجود، بقت كل حد بيدور يعني إلا من رحم ربي برضو، كل واحد بيدور على المصلحة فين. هل ده سبب التطور برضو اللي حصل الفترة الأخيرة والغلاء وزيادة الأسعار؟ بقت أنا برضو يعني مش قادرة أفسرها. أنا محتاجة يعني أنتوا تردوا عليا، كل واحد يقول لي رأيه، بعتوا لي أرائكم على صفحتنا، على صفحة مصر أحلى على الفيسبوك، وصفحة وفاء طولان بالعربي وبالإنجليزي. عايزة أسمع يعني كل واحد بيفكر في إيه، وكل واحد شايف المنظومة دي إيه، وكل واحد شايف هل دي ظاهرة ولا مش ظاهرة، وهل في ناس شايفة في حلول إن إحنا نرجع تاني، وإن إحنا نربي ولادنا إزاي على القيم والأخلاق، وإزاي إن إحنا نتعلم
يعني انا حتى بقول لكم اللي هي ان احنا تنتشر بسرعه رهيبه اللي هي رقصه الكيكي دي، وكان احنا نسينا كل مشاكلنا ونسينا كل حاجه وقعدنا يعني نتجارى في الكليب ده او الفيديو اللي بيعملوه ده، لحد ما وزاره الداخليه طلعت بيان بان هي في غرامه على كل اللي يعمل. يعني اتمنى بقى الناس تنفذ ده، يعني ما يبقاش مثلا تطلع ناس مشاهير وتقوم عامله ده وناس تانية تعملها بابتزال وناس تانية ما تشوفش. يعني زي ما قلت لهم قبل كده، مساهمتكم في المشاهده انت بتساهم في ده، فما تشوفش. يعني الناس اللي هي قاعده على طول على الفيسبوك وعلى المواقع السوشيال ميديا وبتشوف الحاجات دي ما تشوفهاش. يعني هو عاملها عشان تتشاف وعلشان الناس تخش تعلق وعملت مشاهده قد ايه. يعني اكيد احنا عندنا مهام وقضايا وعندنا ما يشغلنا يعني اكتر بكتير من كده. يعني ان يعني حته وبقت المساله داخله في كمان في ان ممكن اطفال بتقلد ده، وفي ناس عملت حوادث، وفي ناس بدات يعني الولاد الصغيرين من التوك توك ومش يعني الحاجات دي كلها بدات يكون ليها اثار سلبيه. انت مش كل حاجه بتقلدها كمجتمع غربي ليه عاداته وتقاليده، يعني وانت ليه ما بناخدش غير منهم غير اللبس المقطع واللبس مش عارف الحاجات اللي هم يعني اللي هي مفروض ان انت ما يعني تنقى بيها عن نفسك، ويبقى انت ليك عاداتك وتقاليدك زي اي مجتمع وكأي دولة يعني بتحتفظ بهويتها. ليه ما عندناش يعني بنعتز بهويتنا زي كتير مجتمعات من المجتمعات حتى العربية، من المجتمعات اللي هي الدول العربية زي دولة الإمارات، وتروح تلاقي الناس معتزة بزيهم. مش هنتكلم بقى على الألمان ولا اليابانيين، ولا أنا بتكلم على الدول العربية اللي هم ما زالوا محتفظين باللبس بتاعهم وبيلبسوه كل جمعة، ومعلمين أطفالهم إن هم يلبسوا اللبس ده، وهم شايفين اللبس ده يعني اللبس التاني ده اللي هو المفروض اللي بيتلبس في الغرب، لا ده مش بتاعنا، وما زالوا يحتفظوا ويقولوا إحنا مواطنين فالمفروض ده لبسنا. يعني عجبني قوي هناك لما شفت ده، يعني وحسيت بالغيره ان احنا مبسوطه ان هو طبعا في شعب عربي كده، وحسيت ان احنا المفروض كمان نكون كده، ما يكونش لينا التقليد الاعمى ان احنا نقلد مجرد بس. يعني زي ما طبعا انتوا بتشوفوا الموضه والشباب بيلبسوها وطريقه اللبس وطريقه الشعر وطريقه كل حاجه بقت تقليد اعمى للغرب، وبنقلدش غير كل ما هو سلبي وفيما يتنافى مع مجتمعنا. يعني اتمنى ان قتل رب العالمين طبعا، يعني وكل واحد مسؤول، وكل واحد مسؤول عن بيت، كل رب اسره او ربه اسره ان هي يكون ليها دور في ده، وان هي يعني تراعي ربنا في ده، لان احنا هنسال عن ده. محتاجين ان احنا نعيد قيامنا تاني ونعيد، لان انتشار الجريمه وانتشار السرقات وانتشار الـ يعني زي كل اللي انا قلته، كل من الاعمال السلبيه دي كفيله جدا بان هي تهدم اي مجتمع، وان هي لا يمكن تبني مجتمع. ما يبقاش احنا عمالين ندعي ونقول، يعني ندعو الناس ونقول عايزين نشتغل على التنميه وعايزين نحقق كذا وعايزين نتخطى عنق الزجاجه وعايزين نتخطى الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي احنا بنمر بيها الوقت ده، والمجتمع ماشي في ناحيه تانية خالص. عايزين نعالج مشاكلنا ومشاكل الغلاء ومشاكل اللي احنا فيها واكثرها طبعا واهمها وابرزها اللي الكل بيعاني منها وبيتكلم فيها ليل ونهار، اللي هو الغلاء وزياده الاسعار، وبنفكر طول الوقت في حلول. ايه الحلول اللي احنا ممكن نعالج بيها هذه المشكله الصعبه اللي بيعاني منها تقريبا اغلب المجتمع؟ سيبكم من الشريحه الصغيره اللي هي ما هياش مضاره ابدا من الغلاء، واللي هما برضو بيجي السوشيال ميديا كانه هو نوع برضو من الاستفزاز. يعني هو السوشيال ميديا ده يعني ربنا يعافينا جميعا، يا ريت تخلي بالكم منه جدا جدا والله، وتحطوا تحتها 30 خط ان هو يبتدوا ينشروا برضو فيديوهات لناس في مش عارف فين في الساحل، وتلاقي كان انت بتتفرج على مجتمع مش موجود في مصر اصلا، يعني كان ده مش في مصر اصلا، وان ازاي بقى في ناس تانية ظروفها صعبة جدا جدا، وناس وتشوف ده والناس بالشكل الرفاهية اللي مش كأنها موجودة في اكبر دولة متقدمة في يعني في العالم، وان هم عندهم نوع من الثراء الفاحش، فبالتالي يستفز كل الناس اللي فعلا بتفتقر لأهم أبجديات الحياة. يعني
فنخلي بالنا قدر المستطاع. وزي ما قلت لكم عايز اسمع ارائكم، ابعتوها لي كلها يعني، وان شاء الله بكره باذن الله نشوفها ونعرضها برضو، ونشوف مين افضل الاراء اللي هي ممكن تكون فعلا فعاله، وان احنا نحس ان احنا نقدر نعمل حاجه نساعد، وان احنا انت يا هتقسم على ده يا هتساب على ده. فاتمنى ان احنا نساب عنه، وده دي بلدنا وده ودول ولادنا ودي حياتنا، مش هنسيب المسألة كده. كل واحد فينا مسؤول، ياريت كلنا نحس بالمسؤولية. عايزين تكون مصر أحلى لازم يكون لك دور. يعني أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعني إن كلام يصل إلى عقولكم وقلوبكم، وإن شاء الله يا رب يعني ربنا يعافي الناس جميعا، وتقل كل الأمراض المجتمعية السلبية وكل الجرائم في مصر، ويا رب يعني تعود مصر وتظل آمنة مستقرة يعني.